أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال؟ فأنا أقوم بتصوير ابني بدون ضرورة، وهل علي مسح صوره من الجوال أو الكمبيوتر؟ شوف أبو علوم، في ورقة الشيخ احمد يحيى النجمي. طيب خلاص، ولا هذا سهل؟ هذا لا لا ما هو سهل. لا، قضية التصوير ظاهر الأدلة من السنة أن جميع التصوير بالوسائل المختلفة، سواء الحادثة في هذا الزمن أو غيره، أنه حرام ولا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة، فما كان بدون حاجة ولا تلجئ إليه ضرورة فالأصل التحريم، وهو من الكبائر. وعلى هذا ماشى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى بأن التحريم عام بأي وسيلة من الوسائل كان التصوير، مع أن بعض العلماء المعاصرين فرق بين التقاط الصورة وبين نحتها، والأحاديث الواجب البقاء على عمومها حتى يأتي ما يخصص من النصوص الصحيحة ولا مخصص. فالخلاصة أن الذي يصور بأي وسيلة من الوسائل بدون ضرورة تلجئه إلى ذلك فقد وقع في المحظور، فعليه أن يرحم نفسه، فالوعيد شديد. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وإن تساهل فيها معظم الناس. فما كان لضرورة وحاجة ملحة، فعند الضرورة تباح المحظورة. نعم.